عملتي كفر لأغنية لوردة تكريماً لذكراها. يا لحوي أنا عايزك تطلعي من حتة الصراعات. يلا نخلص صراع. خلاص آخر صراع آخر صراع. خلاص عملتي كفر لأغنية الوردة تكريماً لذكراها، مسحتي الأغنية وشلتيها من عندك وطلبتي إن أنت مش عايزاها تنتشر. مش عايزة الأغنية تنتشر. صح. بصي الموقف ده بس عشان عايزة يعني ست عايزة وردة. فعلا أتكلم على الموضوع ده. بصي لا مش هتكلم على وردة في حتة دي. ست she's a legend يعني she's a legend ومدرسة بالنسبة لي. بس أنا هقول لك ساعتها عشان عايزة أتكلم على الموضوع ده، نفسي إن أنا فعلا أوصل مسج من البرنامج المحترم ده والجميل ده. عايزة فعلا إن أنا أوصل الرسالة دي. بصي أول حاجة الجزائر والمغرب إحنا عارفة إحنا كأننا كازنز كده فاهمة. فطبعا السياسة دايما بتفرق الناس، فساعتها طبعا كان في زعل كبير جدا، وطبعا انا برضو اتخضيت كده. بس بعد كده لما قعدت حسيت انه عارفه اللي هو بفكر مع نفسي، حسيت انه دي فتنه ما بين يعني دولتين المفروض ان احنا بنقول على بعضنا خاوه يعني خوت اخوات فاخوات صح بالمصري. فحسيت انه انا هبطل اعمل الكلام ده، هبطل أتأثر بحاجة ليها علاقة بالسياسة. كان لازم أشيلها احتراماً كده كده للحزن اللي كان فيه المغرب والمغاربة، وإحنا فعلاً كنا زعلانين جداً. خلي بالك إحنا المغاربة بنحب بعض قوي وبنحب المصريين جداً. أيوة بس هي الكلمات والألحان دي اتعملت واتغنت في مصر، ووردة بتاعة الوطن العربي كله، لا بتاعة الجزائر لوحدها ولا فاهمة قصدي؟ لا بس أنا قصدي إن أنا كان لازم أشيلها ساعتها. قصدي إيه بقى يعني مش قصدي إن أنا بشيلها يعني عشان أغنية وردة خلاص الله أنا بشيلها عشان الجزائر. امشي يا وردة بقى. لا ما ينفعش، مستحيل وعيب، ما أقدرش أقبل حتى إن أنا أقول كده. قصدي إن أنا كان لازم أشيلها احتراماً للمشاعر اللي إحنا كنا فيها. إحنا فعلاً كنا زعلانين، والفيديو نزل والناس عارفة في المية بتطفو في يعني حاجة عارفة اللي هي كان رد فعل انفعالي. ما هو برضو كل الأرض هو في رد فعل. أنت شفت رد هو أنا عندي ردود فعل عادية. أنا خايفة عليك في الحلقة دي. لا بس لا فعلاً اللي هو أنا كان كده لازم أشيلها، مش وقت إن أنا طالعة بغني بقى وإيه بقى ياسو معايا يا جماعة عيب يعني. بس هلا مش هغنيها؟ لا هغني، عايزه اغني لك شويه. طب غنيها. اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك، واكدب عليك لو قلت نسيتك همسى اكدب عليك. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ واختار اللي بري وانا ارسى عليه. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ اختار اللي بري وانا ارسى عليه. الله الله الله. مش عايزه اطول. لا عايزه اكلم تامر اقنعه. هتغني يعني هتغني؟ احنا هنهزر. انا موافق على الغنى. أيوة كمان بيساعدني دلوقتي. دي المفاجأة. نمضي إقرار. لا هو عمره ما بيبعدني بحاجة ما بيعملهاش.